سطح المية كده. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم واسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. الموضوع المحاضرة عن الصهيونية العالمية والصراع العربي الإسرائيلي، والحقيقة يعني هذا الموضوع بيثير كثير من مشاعر الإحباط والاكتئاب للأجيال التي عاصرت انتصار المشروع الصهيوني وهزيمة العرب، وللأجيال التي تعيش الآن نتائج التغيرات التي جرت في الوطن العربي بعد انتصار المشروع وغرس إسرائيل في قلب الوطن العربي. ولذلك يعني بمجرد أن نبدأ في تتبع مراحل هذا المشروع واستراتيجية الاستعمار واستراتيجية الصهيونية، نصاب باكتئاب حقيقة من مجرد قراءة تاريخ هذه المرحلة اللي فيها فشل كبير جدا بعد رحيل جمال عبد الناصر في معالجة هذه القضية. وحضراتكم عارفين أكيد أنه الصهيونية هي حركة سياسية تضثرت بالدين واستغلت ما ورد في التوراة عن تاريخ بني إسرائيل. وإسرائيل الحقيقة يعني ناجحة جدا فيما يتعلق بقولبة التاريخ واستخدامه واستخدام التاريخ في المعارك السياسية، ولذلك هي حرفت التوراة وتضفرت بما ورد فيها حول بني إسرائيل واستغلته في مشروعها اللي احنا بنسميه مشروع استعمار. هذه الحركة الصهيونية استفادت من كثير من التغييرات والأفكار والتيارات الإيديولوجية التي ولدت في القرن التاسع عشر، يعني هذا القرن يعني فعلا في مجموعة من التغيرات جاءت على هوى المشروع الصهيوني. يمكن من أهم هذه التحولات التي جرت في القرن التاسع عشر وتحديدا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بروز الوعي القومي وظهور الدولة القومية في أوروبا، وبروز دول لم تكن موجودة على الخريطة أصلا زي إيطاليا وألمانيا، والتحولات والصراعات التي جرت منذ بداية الوعي القومي وظهور الدولة القومية، ده الحقيقة احنا بنطلق عليه الظاهرة القومية. وحضراتكم عارفين أكيد أنه هذه الظاهرة القومية ارتبطت بتحولات اقتصادية واجتماعية مهمة جدا في القارة الأوروبية. هذه التحولات التي تواكبت مع نمو الرأسمالية وتبلور الطبقة البرجوازية الأوروبية، وبالتالي هذه الطبقة البرجوازية اللي تقود الثورات وفي مقدمتها الثورة الفرنسية وتقود الثورة الصناعية أيضا إذا جاز استخدام التعبير ده على الثورة الصناعية، هتسهل مهمة المشروع الصهيوني، لأنه هيتواكب مع ظهور الدولة القومية الظاهرة ولادة الظاهرة الاستعمارية. صحيح أن احنا عندنا ظاهرة استعمارية أو موجة استعمارية شرسة أولى كانت في القرن السادس عشر، الموجة اللي احنا بنطلق عليها بالخطأ موجة الكشوف الجغرافية اللي قادتها دول ليست لم تكن مؤهلة للاستعمار مثل هولندا والبرتغال وإسبانيا وأيضا إنجلترا وفرنسا. لكن هذه الموجة الحقيقة والمتعمق في دراسة هذه المرحلة بيكتشف أنها اكتفت فقط لأنها كانت مرتبطة بالرأسمالية التجارية، يعني اكتفت فقط بالسيطرة على طرق التجارة إلى الهند إلى الشرق، فقط عملت محطات وسيطرت على هذه المحطات، لم تتوغل إلى الداخل، لم تحدث أي مغامرات ذات شأن في التوغل إلى داخل أفريقيا أو داخل آسيا، فقط كان كشف طريق أسرجاء الصالح
وتثبيت محطات تسهل على القوافل التجارية التي تقوم بعمليات النهب أيضا، تسهل عليها عملية الوصول إلى الهند. لكن الموجة الثانية أشد وأخطر، والموجة دي اللي ارتبطت بظهور الدولة القومية، فهي الهجمة الاستعمارية الشرسة الثانية. وبواكين هذه الأزمة الهجمة جاءت مع حملة الشرق اللي احنا معروفة عندنا بالحملة الفرنسية على مصر، وهذه الحملة اللي قادها نابليون بونابرت بتعتبر فاتحة أو باكورة للغزو الرأسمالي للمنطقة لأسيا ولإفريقيا. الظاهرة الاستعمارية إذن مهدت أو سهلت للنشاط الصهيوني، يعني جاءت على هوى النشاط الصهيوني. يمكن من التحولات أيضا اللي جرت في هذه المرحلة أيضا كراهية اليهود في أوروبا ونفور الأوروبيين من هؤلاء الذين يعيشوا في الجيتو منعزلين غير قادرين على التعامل مع الشعوب الأوروبية، وسببوا مشاكل كثيرة نتيجة لنجاحهم في السيطرة على المال والأعمال والإعلام، فتسببوا في مشاكل كثيرة. بدأت الدول القومية الأوروبية تنفر وتكره اليهود وتأمل أو تتمنى أن تتخلص منهم. يمكن من العوامل المساعدة أيضا في القرن التاسع عشر ظهور زعامات فردية صهيونية آمنت بالفكرة الصهيونية، ولعبت دور مهم جدا فيما يتعلق بالتنظير والتأصيل للفكرة، ونجحت نجاح يعني يجب أن نستفيد منه في الانتقال بالفكرة إلى أرض الواقع، يعني الانتقال من مجرد النظر إلى التطبيق العملي في أرض الواقع. الملاحظة المهمة أواخر القرن التاسع عشر إنه هذه الزعامة أو قيادات الحركة الصهيونية نجحت في ركوب المد القومي، وبدأت تطالب بوطن قومي لليهود، طالما إنه في يعني دعوة للدولة القومية، وطالما إنه إيطاليا على سبيل المثال اللي كانت جنوة وبيزا والبندقية وتوسكانيا وغيرها تجمعت وتوحدت وأصبح هناك الدولة الإيطالية، نفس الشيء حدث بالنسبة لألمانيا، طيب لماذا لا يكون هناك وطن قومي لليهود؟ بس هنا الملاحظة أن ده وطن قومي مبني على أسس دينية، يعني ووطن يسعى إلى إيجاد وطن لهم، أنه لا وطن لهم فبيحاولوا أن هم يجدوا لهم، ده كله تبلور في القرن التاسع عشر. نجحت هذه العناصر التي نظرت للحركة الصهيونية نجحت في ركوب المد الاستعماري، ونجحت في ركوب الموجة الاستعمارية الشرسة الثانية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هذه العناصر، وهنا يمكن مهمة قوي لأنه ده كلام يمكن هنهتم به، هذه العناصر خلقت علاقة عضوية بين أطماعها وبين الأطماع الاستعمارية، ويمكن بين قوسين بس هذه أطماع غير مشروعة وهذه أيضا أطماع غير مشروعة، يعني الأطماع الصهيونية أطماع غير مشروعة، والبعض يقول لك الطموح الاستعماري لا، والأطماع الاستعمارية أيضا غير مشروعة. الحقيقة أنه أوروبا كانت بترغب بالفعل في التخلص من العناصر اليهودية، والمشاكل قبل مؤتمر بال سنة 1897 تعددت وتنوعت كثيرا اللي خلقها اليهود. عقد هذا المؤتمر اللي هو مؤتمر بال زي ما حضراتكم عارفين سنة 1897، وفي هذا المؤتمر نجحت الحركة الصهيونية مستغلة الظروف في مؤتمر بال يمكن إيجازها فيما يلي: أولا تشجيع الهجرة المنظمة والواسعة إلى فلسطين،
القرار الثاني الحصول على اعتراف الدول الأوروبية وتأييدها للاستيطان الصهيوني في فلسطين. من هذه القرارات أيضا السعي لاجتذاب يهود العالم إلى صف الحركة والفكرة الصهيونية. هيعتمدوا على القوى الاستعمارية وبديهي هم يعتمدوا على العناصر اليهودية، خاصة منهم أثرياء ورجال أعمال كتير موزعين في أوروبا. تمام. الحركة الاستعمارية زي ما حضراتكم عارفين بدأت زي ما أشرت من شوية مع بداية مع تجربة حملة فرنسا على الشرق. والحقيقة أنه نابليون بونابرت نفسه كان عنده هذه الفكرة، أنه هو يلعب بالفسيفساء اللي موجودة في المنطقة ويحاول يزرع بافر ستيت أو دولة حاجزة تفصل بين هذه الكتلة العربية. ولذلك يعني من الوثائق الفرنسية موجود محاولته. والحقيقة الحملة الفرنسية في المحصلة النهائية ونابليون على وجه الخصوص كان يعرف قدر مصر جيدا، وكان دايما بيوصفها ان هي اهم بلد في الدنيا وانها مركز، وكان بيرغب في ان هو يجعل مصر مركزا لامبراطورية فرنسية. ليها جناح في الشرق يصل الى افغانستان، ويعني ياخد المنطقة بتاع الشرق الاوسط على الاقل، ممكن يمتد تأثيره الابعد الى الهند عشان يقطع التجارة بين الهند وبين مستعمراتها في انجلترا، وجناح ايسر ايضا يمكن يسيطر على الشمال الافريقي ويزرع كيان يهودي يفصل ويمنع الوحدة بين هذه الدول. التركيز على فلسطين وتجنب الحديث عن أوغندا أو الأرجنتين أو غيرها بدأ من بعد مؤتمر بال. والغريب أنه اللي يجب يلفت نظرنا أنه في هذه الفترة تحديدا هناك حديث عن خطورة تكتل وتوحد المنطقة العربية. يعني في إشارات إلى أنه المنطقة كلها مهيئة أنها تتحد، تتكلم اللغة العربية، الأغلبية فيها مسلمين، ماضيهم يكاد يكون واحد، مستقبلهم وتاريخهم واحد، أمالهم وأحلامهم، وبالتالي مسألة تكتلهم مسألة بدأت تخيف الغرب الأوروبي. وليه تخيف الغرب الأوروبي؟ لأنه طامع في الأسواق ولأنه طامع في المواد الخام، وبالتالي هذه الدول يجب ألا تتطور حتى تظل سوقا كبيرة للماس برودكشن ولا الإنتاج الكثيف اللي بعد الثورة الصناعية، ويحصلوا على المواد الخام بأثمان رخيصة من هذه الدول. لذلك فكرة دق إسفين في الوطن العربي فكرة قديمة الحقيقة، والمحاولة بتاع نابليون بعد فشله في عكا تعتبر محاولة فاشلة، ونحن نعلم أن فشل هذه المحاولة الاستعمارية الأولى كان تحت تأثير المنافس والعدو اللدود له اللي هو إنجلترا. لكن إحنا بنرصد مع بداية القرن العشرين وبعد مؤتمر بال، فترة من مؤتمر بال لبداية القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الأولى، بنرصد بالأرقام تزايد عدد الهجرة الهجرات إلى فلسطين. خلاص أصبحت فلسطين قبلة لليهود، وأصبحت عملية اغتصاب فلسطين واردة في ضمير كل يهودي، وبالتالي بدأت تتزايد أعداد المهاجرين إلى فلسطين. والإحصائيات رصدت أنه في ما بين سنة 1905 و 1914 في حوالي 12,000 مستعمرة يهودية، 59 مستعمرة يهودية أسست في فلسطين وعاش فيها 12,000 مستوطن. في هذه الفترة أيضا رسخت في أذهان الغرب فكرة أهمية الوطن العربي، ونتيجة للصراع البريطاني الفرنسي بدأت تظهر تتضح بشكل واضح جدا أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر
وللمنطقة العربية. وبدأت أيضا تتردد فكرة التخوف من إمكانية حدوث وحدة بين الدول العربية، وبالتالي بدأت تظهر من جديد بعد تجربة نابليون فكرة السعي لعرقلة أي اتجاه للوحدة بين الدول العربية، وبدأت بالتالي تظهر وترجح فكرة الحاجز أو البافر لاين أو البافر ستيت أو الدولة الحاجزة اللي ممكن تلعب هذا الدور لصالح الرأسماليات الأوروبية ولصالح مستقبل الاستعمار في المنطقة. حاجز بشري قوي وغريب عن سكان المنطقة، وهذا الحاجز بيفصل الجزء الشرقي الآسيوي عن الجزء الغربي الإفريقي. مثلث، واختيار هذا المثلث من واقع دراسات استراتيجية أكيد غربية، مثلث قريب جدا من قناة السويس شريان التجارة العالمي الخطير، ويقع على الجسر البري الذي يربط آسيا بإفريقيا عند الساحل الجنوبي الشرقي للبحر المتوسط اللي هو إسرائيل، اللي هو فلسطين تحديدا، اللي هتبقى للأسف الشديد إسرائيل. إذن نحن أمام تفكير نظري للحركة الصهيونية، تفكير شيطاني، وهذا التفكير النظري تزاوج غير شرعي مع المصالح الصهيونية والأهداف الاستعمارية، ونتج عنه في النهاية لقيط، كيان لقيط هو إسرائيل. لازم نستفز جميعا بالسؤال، لماذا نجح هذا الكيان ولماذا تم زرعه في فلسطين، أو نجحت زراعته ككيان غريب في وسط الوطن العربي؟ أين كان الوطن العربي؟ أين كان الوطن العربي؟ أين كان الحكام العرب؟ الحقيقة المرحلة من أسوأ ما يمكن، مرحلة تدني وانكسار وتراجع، مرحلة بيعيش فيها الوطن العربي، كان يعيش فيها الوطن العربي فراغ سياسي. المنطقة كان تطورها قد توقف، والمدهش أن هذا التطور توقف ومرتبط أقصد بالتطور التحديث والإبداع والاجتهاد وما إلى ذلك، من ليس بعيدا عن الصح القول أنه هذا التوقف وهذا الجمود ممكن يعود إلى لحظة انتصارنا للأسف الشديد، وهي لحظة انتصار في القرن الحادي عشر في الحروب الصليبية. يعني تجربة الحروب الصليبية بتعني الكثير، فصلاح الدين الأيوبي ورفاقه آمنوا بفكرة وحدة المشرق والهجوم على الكيانات الصليبية، الرها وأنطاكيا وبيت المقدس وطرابلس، ونجحت حطين في القضاء على الصليبيين وطردهم. لكن المدهش انه بيعود الغرب او الجيوش الغربية بتعود، والنخب الاوروبية تبدأ تفكر لماذا هزمنا. وهذا السؤال احنا كنا رايحين الى ارض اللبن والعسل، طيب لماذا هزمنا؟ اللي اخذنا لبن ولا عسل، اللي غرق غرق، واللي اتقتل واللي اتأثر في بيت ابن لقمان في المنصورة اسر. فاذا لابد من التفكير لماذا هزمنا امام العرب المتخلفين اللي احنا متصورين هم متخلفين. فبدأوا يدرسوا اسباب الهزيمة، ولذلك قامت النهضة اللي احنا اشرنا ليها، وزارة الدولة القومية، درسوا كل الكلاسيكيات ونجحوا في انهم يعرفوا اسرار قوة العالم الاسلامي واسرار ضعفه ايضا. طب احنا انتصرنا بهذه الثقافة، هذا الفكر احنا انتصرنا به، هذه الاسلحة انتصرنا بها، فلا داعي ابدا للتجديد. ويرفع شعار حديث نبوي ويفسر تفسير خاطئ، كل جديد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحيح انه خلال هذه الفترة يمكن حدثت ومضات ومحاولات للنهوض، لكن سرعان ما الحقيقة كان المفروض نعمل مراجعة من ايام صعود بغداد قدام اجتياح المغول، تمام، المفروض يبقى في مراجعة شاملة للبنية الثقافية والفكرية، هنقول في المناقشة بقى اتفضل. فاذا احنا هذا الوطن العربي يعني بدأت عملية جموده وتخلفه في لحظة انتصار، ودي مفارقة غريبة جدا. يعني احنا ناس منتصرين، المفروض كنا نطور هذا الانتصار، لكن زي ما بنقول بقى لعن الله ساسة ويسوس، الصراعات السياسية
في المنطقة أدت إلى انتهاء الوحدة اللي طرحها صلاح الدين، وبدأت تفشل المساعي الوحدة، وبالعكس بدأنا نتراجع ويتوقف الاجتهاد، بينما الغرب أخذ من الشرق كثير من الإيجابيات أثناء احتكاكه في الحروب الصليبية. أما أنا قلت أنه كمان بتيجي دولة عثمانية وبتزيد الطين بلة وبتغلق مع عملية الاجتهاد، ويعني يقال خطأ أنه هذه الدولة العثمانية حمت المشرق من الاستعمار الأوروبي. الاستعمار صحيح هي طهارة الشواطئ من فرسان القديس يوحنا والبرتغال وغيرهم، لكن وعملت عزلة، فرضت علينا عزلة قوية بحجة عدم اقتراب أحد من نبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة أنه الاستعمار ظاهرة مرتبطة بتغيرات موضوعية في أوروبا، فظهور الدولة القومية وظهور الطبقة الرأسمالية، ده اللي وراء الظاهرة الاستعمارية، مش مجرد أنه في دولة قامت بعملية عزلة، بل بالعكس هذه العزلة أضرت بينا. ودليل كده أنه لما حدث يعني لسان حالنا كان بيقول نحن ننتظر أي فرنجي آخر يأتي وسوف نأسره في بيت من لقمان بن منصورة أو أي بيت تاني. لسان حالنا بيقول بعد ما انتصرنا في الحروب الصليبية أهلا وسهلا بأي فرنجي آخر. أول تجربة لينا 1798 كانت مع فرنجي اللي هو نابليون بونابرت، فلما جاء نابليون بونابرت وطرق أبواب الأسكندرية هربنا من قدامه بسرعة بعد ما ضربنا بالقنبر، زي ما بيقول الجبرتي وما أدراك ما القنبر، اللي هي القنابل. فلما انضربنا بالقنابل فر المماليك وفرت العناصر المصرية من أمام. إذن ده دليل على أن احنا ما نعرفش عن إيه قنبر وتخلفنا فترة طويلة. إذن المنطقة الحقيقة فيها حالة من الجمود، ومنطقة فيها فراغ سياسي وتطاحن وصراعات، وبالتالي ده مناخ مناسب جدا لنجاح الفكرة الشيطانية اللي هي فكرة زرع سفين أو دولة حاجزة في قلب فلسطين. قد يقول قائل ما الدليل على التزاوج بين الاستعمار والصهيونية؟ الحقيقة أنه خلق إسرائيل لتصبح شرطي للمصالح الاستعمارية البريطانية أولا، ثم للمصالح الاستعمارية الأمريكية في المرحلة التالية بعد سقوط الإمبراطورية البريطانية، على أرض الواقع ده شيء إحنا مش محتاج وثائق يعني، وإن كانت الوثائق كمان تشير وتؤكد على وجود هذا التزاوج. ولتمنع فكرة الوحدة وأيضا الوثائق ضرب تجربة الوحدة المصرية السورية ممكن نشير ليها بعد كده موجود، يبقى إذن على أرض الواقع عندنا مؤامرات إسرائيل ضد أي تقارب عربي، وعندنا الوثائق كمان بتؤكد وعي قادة الحركة الصهيونية ووعي الغرب بخطورة توحد المنطقة العربية. ويمكن المحاضرات اللي مع حضراتكم بتشير إلى مذكرات هيرتزل منظر الصهيونية، وبيشير في يومياته أنه كان مدركا لصعوبة إقامة وطن قومي اليهود دون التعاون الوثيق بين الحركة الصهيونية والدول الاستعمارية. يعني هو بيؤكد ده لأنه هيزرع اليهود في محيط عربي قبل التوحد. هيرتزل سعى ليربط بين الحركة الصهيونية، عشان كده بينتقل من النظر إلى أرض الواقع، فسعى للربط بين الحركة الصهيونية وقيصر روسيا وألمانيا والنمسا وفرنسا، وحتى مغازلة السلطان العثماني ليوافق أن يمنحه فلسطين. الأهم من ده كله أنه ارتبط بعلاقة وثيقة وعضوية مع الدولة التي كانت تتطلع لقيادة العالم كله اللي هي بريطانيا، واللي كانت بتنافسها فرنسا، فتطلع العقد علاقة قوية مع بريطانيا ومع فرنسا، علاقة خاصة جدا بين الحركة الصهيونية والدول الاستعمارية. ولذلك نجد في وثائق الحركة الصهيونية تلويح ومغازلة لبريطانيا ولفرنسا ولغيرها من الدول الغربية بالعائد الذي يعود على هذه الدول
من دعمها للحركة الصهيونية. يعني انتوا هتاخدوا مقابل، مش بس انتوا هتساعدونا، لا، في مقابل نتيجة لدعم الحركة الصهيونية. من ذلك انه في تلويح لفرنسا مثلا بانه سوف تسيطر الحركة الصهيونية على طريق التجارة الى الهند لصالح التجارة الغربية. ده ترويح للغرب كله، انه بدل ما المسلمين مسيطرين على طرق التجارة التقليدية، لا، الحركة الصهيونية ستسيطر هي على هذا الطريق التاريخي الشهير لصالح التجارة الغربية. التركيز مثلا على بريطانيا وفرنسا باعتبار المستقبل سيكون لهم، هم أدركوا تماما ان هم ما يقدروش يتحركوا الا بدعم من دول استعمارية كبيرة، ولذلك رهنوا على بريطانيا وعلى فرنسا. لما بتقوم الحرب العالمية الاولى وتكون المؤامرة الاولى على الوطن العربي ممثلة في سايكس بيكو ووعد بلفور، اليهود بيلعبوا دور خطير جدا. وزي ما حضراتكم عارفين انه دولة الانتداب، حتى لما فكروا في مشروع التقسيم بنجد نعرة غريبة جدا وفي الكتابات الصهيونية انه اليهود يقوموا بحركة تحرر وطني من الاستعمار البريطاني. ولذلك عشان مسألة التقسيم لا تطبق، يعني بدأوا يدعوا ان هم بيحرروا وطنه وهي ارض فلسطين، ارض العرب، لكن هم ادعوا ان هم بيحرروا بلدهم من الانجليز. لا سموها حرب الايه، حرب التحرير. يمكن انا بس احب انقل شويه بقى كتير للجزء المعاصر، لان ده مهم الحقيقه. راهنت الصهيونيه العالميه على بريطانيا، وفي تفاصيل كتيره واشارات كتيره ممكن نلاقيها في المحاضرات، لكن هي رهنت على بريطانيا واستفادت كثيرا من بريطانيا واستفادت كثيرا من فرنسا. لكن فجأة حدث تحول خطير في المنطقة. هذا التحول تمثل في انفجار ثورة 23 يوليو. وبانفجار ثورة 23 يوليو، من يقرأ المحاضر الكنيسة ومتابعتهم لثورة 23 يوليو يكتشف أنه ليلة 23 يوليو مباشرة هم مهمومين بالضباط الأحرار، مهمومين بالتحول الذي حدث في مصر، مهمومين بدراسة أفكار الضباط الأحرار، مهمومين جدا بدراسة كتاب فلسفة الثورة. والوثائق العبرية تشير إلى أنه لابد من تحديد أولويات الضباط، ولي زراع الضباط إذا كانوا ما قالوش حاجة خالص عن إسرائيل ولا موقفهم من إسرائيل، لي زراع أولوياتهم، يعني كده بالبلدي كده نحن هنا، لا يجوز لكم أن تتحركوا يسارا أو يمينا إلا وتدركوا أن إسرائيل دولة لاعبة ومهمة وموجودة في المنطقة. يمكن البعض يقول ان عبد الناصر ما اهتمش باسرائيل ولم يلتفت اليها، لكن هو في فلسفه الثوره اشاراته سريعه الى خروجه في المظاهرات كل يوم 15 مايو، الى وعيه بالقضيه، لكن هو راجل قايم بثوره وقدامه استعمار بريطاني موجود في مصر، فبالتالي هو كان مهموم في الاساس، وحتى ده واضح جدا في فلسفه الثوره، مهموم في الاساس بتحرير مصر من الاستعمار البريطاني وببناء مصر القوية الحديثة. تجربته في حرب فلسطين وذكرياته في حرب فلسطين ده كله كلام معروف، لكن على الأقل